أيها اللبنانيون، أيها اللبنانيون، لقد كان من المفترض باتفاق معراب أن يكون نقطة ارتكاز أساسية للعهد الرئاسي الجديد وفق قواعد إصلاحية ووطنية واضحة، غير أن القيمين على العهد سارعوا للتخلص من هذا الاتفاق منذ اللحظة الأولى، ظناً منهم أنهم بذلك يتحررون من أعباء كل إصلاح ويتخلصون من مشقة أي تغيير، وبالوقت نفسه يزيحون منافساً لهم، ولكن من دون أن يدروا أنهم يحرمون بذلك أنفسهم والبلد من رافعة سياسية وشعبية وإصلاحية كان من الممكن لها إنقاذ العهد وتجنب وصول البلاد لاحقاً إلى ما وصلت إليه. الآن أصل إلى ثورة 17 تشرين. أيها اللبنانيون، قبل أن تكون هناك ثورة 17 تشرين وقبل أن تكون هناك ثورة أرز، كان هناك منذ العام 1975 ثورة على الاحتلال والتوطين والسلاح غير الشرعي والسباحة سيادة الدولة. كان هناك ثورة على الفساد والتقليد والتوريث وطبقة 43، مر بالمقاومة المسلحة ومرات المرات بسلاح الكلمة والموقف والمثل الصالح، وهذه الثورة كان عنوانها بشير جميل. نحن أبناء الثورة وأحفادها، نحن إخوتها وأخواتها، ولدنا من رحم أحزان الوطن والشعب، ولن نهدأ حتى يزهر من تحت الرماد لبنان الجديد. لو قدر فقط لثوارنا الشهداء مدونة أسماءهم في هذا الاحتفال العودة للحياة من جديد والانضمام للحراك، لأقفلوا وحدهم كل الطرقات واحتلوا كل الساحات وفاقوا كل الأعداد. لا نقبل بأن يزايد أحد علينا، لا بالوطنية ولا بالنزاهة ولا بالعفة ولا بالاستقامة ولا بالفعالية ولا بالثورة. منذ العام 75 ونحن ثورة على لبنان المزرعة ولبنان الفساد ولبنان الارتهان ولبنان السلاح غير الشرعي، لقد دفعنا من عرقنا ودمائنا ومستقبلنا وحريتنا ثمن تمردنا على الظلم، ولم تقدم لنا الثورة على طبق من فضة ولا بملعقة من ذهب. نحن حجر الزاوية والحاضنة التاريخية الطبيعية لكل ثورة وحراك لبناني ينتفض ويناضل ويكافح لتحقيق المثل والشعارات والقيم التي قامت عليها ثورتنا قبل عقود وعقود، وكنا السباقين في حمل لوائها وإضاءة مشعلها. نحن الثورة اللبنانية الأولى على الظاهرة الشعبوية عندما كان الكثيرون يطبلون ويزمرون لها قبل أن يثوروا عليها بعد 30 عاماً في 17 تشرين. ونحن الثورة السيادية الأولى على الاحتلال السوري عندما كان الكثيرون يتجنبونه أو يتزلفون له أو يسافرون إلى باريس أو يتعاونون معه. ونحن الثورة الدستورية الكبرى داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء على الفساد الإداري وصفقات الكهرباء والاتصالات والعشوائية في التوظيفات. أيها اللبنانيون، لا، ليس كل من عمل بالسياسة مثله مثل الآخرين، وفي هذا الإطار لا، ليس كل يعني كل، لا أبداً، لأنه من حيث المبدأ لا تزر وازرة وزر أخرى، ومن حيث التطبيق وكما يقول المثل الإنجليزي الشائع يا صديقي بالتعميم تصبح أحمقاً. نحن لا نريد لبعض الحراك أن يبدو أحمقاً وأن يضعف المعركة مع أرانب السياسة بمناوراتها وبهلوانياتها. الفاسدون في لبنان معروفون والنزيهون